انطلقت أنشطة الجمعية الخيرية للتنمية الاجتماعية والثقافية بمدينة بوكورو حضرة الدبابة، وذلك بتقديم المحاضرات والندوات العلمية والثقافية. روضة صالح الحاج. من ضمن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية الخيرية للتنمية الاجتماعية والثقافية في تشاد، وتزامنا مع الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2017، فقد ألقت رئيسة الجمعية سمية مسار حسين محاضرة علمية حول أهمية العلم والمعرفة، مناشدة أولياء أمور الأطفال لإرسال أبنائهم إلى المدارس، لا سيما الفتيات، ذاكرة قول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مضيفة بأن المرأة تلعب دورا محوريا في بناء الأمة، ويجب احترام حقوقهن المشروعة، لذا يجب على الرجل مساعدتها ودعمها في سلكها التعليمي.